مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح في هجوم انتحاري استهدف عناصر الشرطة في منطقة باجور القبلية شمال غرب باكستان. الانتحاري فجر نفسه بالقرب من مركز للشرطة في خار كبرى بلدات منطقة باجور الواقع على الحدود الأفغانية. ومن بين القتلى الرئيس المحلي ونائبه في قوة شرطة قبلية تستعين بها الحكومة الباكستانية لمكافحة حركة طالبان المتمركزة شمال غرب البلاد. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن منطقة باجور تعتبر إحدى معاقل حركة طالبان باكستان وحلفائها من تنظيم القاعدة.